بدي ندحو في موضوع الشريعة. احنا كراوحة لديارنا ندحو موضوع الشكشوكة والعظم والعجة والخبز واللي معناش باش نشروه. الشريعة الإسلام هو تقريبا ثلاثة مستويات، يعني المستوى الحضاري، المستوى العقائدي، والمستوى التشريعي. المستوى الحضاري الناس كل متفقة الإسلام حضاري عمره 1400 سنة. المستوى العقائدي الإسلام عقيدة غالبية التونس والعرب الكل. المستوى التشريعي فيه الاختلاف الفرق الإسلامية. نحن ما عندنا الشك في النص القرآني ولا في الأحاديث النبوية، أما زاد اللي مش يجتهد من بعده هم يعني فقهاء في الآخر، هم ناس يعني في الآخر شرقية يعني قابل للتنسيب. يعني يقول لك شريعة كلمة قاعدة في وذني، يقول لك السارق ندخلوه الحبس يشد عميله وبعد يخرج يرجع يسرق، عاد يقصوا له يده نحن مش خير. اون بليس قال لك يقصوا له يده بطريقة رحيمة. مثلا باش نجيبوا مثال على السرقة، انسان يقول لك انا يسرق قص لي بيه، انا قبل ما نحاسبه على السرقة زمني نعطيه الخدمة، نعطيه ما يكفيه، نعطيه من بعد نحاسبه. انا كمواطن تونسي عندي برويت نسقط على روحي. ثاني حاجة ما نخدمش ما يعطيني حتى واحد. بالله يا ربي بالله تعرف نقول لك برش عباد ولو يعني كاين كل واحد عنده رب وحده. به المستمدة من الشريعة هي الصلاة والصيام، وما تبقى هو بدعة وكله بدعة ضلالة وكله ضلالة في النار. الشريعة شريعة هو المنهج الصحيح اللي حشرنا به في الدنيا، هو اللي شرعه ربي مش شرعه العبد. منارش نستحكي على الشريعة وشدينا ونركب ونحكي على الشريعة، وهي ثم 20,000 شريعة و 20,000 مذهب. ما وقعت بين اثنين كلاهما مر علي، جيت اسمع ربي من فوق وصلت ملوتة تمشي للجامع يعاقبوك، تمشي للبار كيف وين باش نمشي انا؟ الشريعة هي الواحد، هي مكتوب في القرآن، والسنة. نعم مثلا هذاك احنا دستورنا. الشريعة هذه ما نعرفهاش بصراحة. الشريعة الإسلامية هو انه نمشيو في حياتنا بكل ما قالوا ربي في القرآن وكل ما قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث القادمة. ما تعني لي حد شيء، الشيء ما تعني لي، لا تعني لي لا شريعة لا حد شيء، ما يعليني يعليني أني نخدم على روحي ناكل كاو. أما كان تخل بعضه معه الشريعة هي نظام اقتصادي، الشريعة هي نظام اجتماعي، الشريعة هي الحاجة الوحيدة اللي تكفل حقوق الإنسان وحقوق الضعيف حقوق البسيط. حقوق الشريعة هي قبل ما تكون حدود هي عدل، هي مساواة، هي حرية، هي الدين. والدين في قلب الشعب الموصول، فكل دينك يا شعب الهدى يخدم وقوم على العهد إن العهد مسؤول. إن شاء الله ربي يهدينا الناس كل سوى شريعة ولا مش شريعة.